طيب ناس كتير بتتكلم برضو من امبارح بتقول مصير فيتوريا ايه ومصير اتحاد الكرة ايه، هل هيتقدم باستقالته ولا هيتم اقالته ودفع الشرط الجزائي؟ لو انت عندك بعض الكواليس عن الموضوع ده. بص، رقم واحد، فيتوريا مفيش يعني بند في عقده انه يسمح لاتحاد الكرة في فسخ تعاقده بعد خسارة كاس الامم والخروج من كاس الامم من دور 16. عقد فيتوريا انه مستمر مع المنتخب ل 2026، اما انك تقعدي مع فيتوريا وتحلي معاه بالتراضي او انك تدفعي له الشرط الجزائي. الشرط الجزائي بتتكلمي في 3 شهور 600,000 يورو، فبالتالي ده رقم ضخم جدا دفاع للراجل. 600,000 يورو مرتبه اصلا كبير جدا، 200,000 يورو بتتكلمي في يعني مدرب الراس الاخضر بياخد 4,600 يورو، عندنا فيتوريا بياخد 200,000 يورو في الشهر، فبالتالي رقم كبير جدا. فهل اتحاد الكوره عنده القدره الماليه حاليا انه يدفع لفيتوريا 600,000 يورو عشان يفسخ العقد مع الراجل؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتحاد الكوره قبل مباراه احنا لو استمرينا على الحال ده 3 شهور كمان احنا عندنا تصفيات لكاس العالم، محتاجين ان احنا نركز ومحتاجين ان حد يكون مدرب زي ما انت بتقول مركز معانا، خصوصا ان فيتوريا ملوش يعني زي ما بنقول كده خبرات كافيه في تدريب المنتخبات، ممكن انديه لكن منتخبات مش متوفره بالنسبه له. الحل الوحيد هو يعني رحيل فيتوريا، وامبارح بعد الماتش فعلا كان في كلام على القصه، ولكن هي القصه المشكله الاساسيه في الشرط الجزائي. فمن يتحمل قيمه الشرط الجزائي اللي هم 600,000 يورو دول؟ مجلس اداره اتحاد الكوره، في ناس عايزه تقدم استقالتها، وفي ناس يعني متمسكه بالفرصه انها تكمل فرصتها. في الساعات القادمه في اجتماع يعني حاسم بين اتحاد الكوره وبين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، بشكل كبير جدا هيبقى حاسب لكل الامور. اعتقد انه الاقرب هو ان اتحاد الكوره يقدم استقالته، لانه في حاله غضب في الشارع المصري ضد مجلس اداره الكره واخطائه الاداريه وهي اللي اثرت على المنتخب مصر، وبالتالي انه هيتخذ قرار برحيل فيتوريا. يتم يعني عقد جلسه معاه ويتم التفاوض معاه في مبلغ الشرط الجزائي، وخصوصا كمان ان الراجل عنده عرض من احد الانديه السعوديه، فبالتالي انه ممكن يتم حل الامور انه بالتراضي ما ياخدش الشرط. هتلاقي الشعب المصري كله بيقول خليه يروح، يعني خليه يروح ونشوف حد يكون فعلا يعني يقدر يدرب المنتخب الفتره اللي جايه بشكل جيد. طيب اكيد من متابعتك لماتشات او مباريات مصر كان في دروس مستفاده من مشوارنا في بطوله كاس الامم الافريقيه، ايه اهم الدروس دي؟ اهم الدروس من وجهه نظري ان المشكله مش فنيه، المشكله اداريه في الاساس، هو المشكله في اتحاد الكوره، وهنفضل نقول يا جماعه المشكله في اتحاد الكوره مع المجلس ده، مجلس جمال علام. الكره المصريه لا تتاخر ولن تتقدم، لانه واضح جدا منذ يعني جلوسهم على الكرسي حتى الان اخطاء في الجمله، اخطاء في المعسكرات. مجلس اداره بيتخانق على السفريات، مين يسافر ومين ما يسافرش في السفريات او البعثات، مش عارفين يحلوا اي مشاكل لا فنيه ولا اداريه، ولا حتى كل تعقيداتهم يعني خاطئه. قبل فيتوريا كان في ايهاب جلال، وقبل منه كان في جروس، كل مدير فني لازم يبقى فيه مشاكل. كل المعسكرات اللي عملها المنتخب مع هذا المجلس لازم يحصل فيها دروب في المعسكرات، فبالتالي بيؤثر على اللاعبين فنيا. ده رقم واحد اللي